السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء عندكم. اليوم وبعد ما تكلمنا على شعبات الرياضيات الفيزياء، دابا غادي نتكلموا على شعبات العلوم أو شعبات البيولوجيا والجيولوجيا في لافاك. هاد الشعبة اللي صراحة جميلة جدا، لأنها فيها بزاف ديال الطبيات، وممكن أنك تقرأ فيها بزاف ديال التجارب، وتاخد وتعرف فيها بزاف ديال المعلومات اللي هتفيدك أنت شخصيا. تعرف فيها الجسم ديالك، الكائنات اللي دايرين بيك، القصة ديال الكون، الأحجار، كيفاش تكونت الأرض، كيفاش الإنسان التكون ديالو، كيفاش داير، شنو هما الأعضاء اللي كاينين في الإنسان، في الحيوانات، في كل شيء. يعني ممكن أنك تعرف بزاف الحوايج بفضل هاد الشعبة هذه. وهاد الشعبة متميزة جدا من حيث الآفاق الدراسية ديالها، ومن حيث الآفاق المهنية ديالها. أول حاجة نتكلموا على شنو، شكون اللي ممكن أنه يدير هاد الشعبة. الشعبة متاحة للجميع، جميع الشعب العلمية التقنية، اي واحد عنده الباك علمي ولا تقني ممكن انه يدير هاد الشعبة، مفتوحة للجميع وبدون اي عتبات، يعني ولوج مباشر، يعني كتجيب الباك ديالك ب10 كتدخل. اذا شنو كنقراو في هاد الشعبة هادي؟ اول عام كيكون مشترك ما بين البيولوجي والجيولوجي، كيقراو فيه بجوج الناس، الناس ديال البيولوجي والناس الجيولوجي، كيقراو كعام مشترك. كيقراو فيه لا بيولوجي سيلولير، كيقراو فيه الماط وواحد الموديل الفيزيك واللونغ، وكيقراو الجيولوجي. اذا في العام الثاني كيتفرقوا، كاين اللي كيدير الجيولوجي وكاين اللي كيدير الماط. انا هضروا على الافاق المهنيه ديال الجيولوجي. الناس ديال الجيولوجي بامكانهم انهم يديروا المعاهد ديال المعادن، مثلا هذاك اللي كاين في مراكش ديال المعادن، وكذلك يولي مهندس دولة في الفوسفات، ولا في داك التخربيق ديال المعادن، الذهب، داك شنو كيسميو ليمين، ما عرفش سميتهم بالعربية، بحال الجحور كيدخلوا كيجبدوا منهم المعادن، مشات لي سمية. وكذلك انهم يديروا التحاليل ديال الحجار وداك الشيء. وكذلك يولي مهندس زراعي، لانه كيكون كيعرف في التربه وفي داك الشيء. كذلك عنده واحد انه الا كمل مثلا مور الدكتوراه ودار الابحاث ديال مور الدكتوراه، طبيعه الحال الدكتوراه كيولي استاذ جامعي ديال الجيولوجي وما الى جانب ذلك. من بعد ممكن انه يولي باحث، يبقى يمشي يدير تنقيب على الصخور، على داك المستحدثات القديمه. بحال واحد العالم مغربي كنت شفتو مؤخرا، كنلقى واحد الديناصور اللي معروف اللي هو سباينو، واحد الديناصور اللي لقاه في المغرب، هو باه جو بونس مغربي ومو المانيا، اللي كنلقى واحد الديناصور اللي هو سباينو لقاه في المغرب، في الجنوب ديال المغرب. اذا ما عليناش، الناس ديال البيولوجي عندهم امكانيه انهم يديروا من بعد دوك، ممكن انهم يدفعوا لكليه الطب والصيدله، تخصص الصيدله فقط، ويولي صيدلاني، يجي دكتوراه في الصيدلة، ويولي عنده إمكانية أنه يحل محل ديال الصيدلة. كذلك الباغا فارماسي، كذلك يدير يخدم في المختبرات الخاصة أو لا ديال الدولة. كذلك أنه عنده إمكانية أنه يكمل الإجازة، ومر الإجازة بإمكانه أنه يدير التعليم بطبيعة الحال بجميع الأسلاك ديالو، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي. إلى جاب واحد النقطة متميزة في الإجازة، كيتاح له الفرصة أنه يتقبل في شي ماستر مزيان، مثلا ماستر ديال واحد الحاجة ضرورية تعرفوها، أن مثلا ولا خليه تجي وقتها. إذا ممكن أنه يتقبل في شي ماستر مزيان، ماستر مثلا ديال كيقرا فيه على الحيوانات، ولا على النبات، ولا على الأدوية، كيفاش يصنع الأدوية، كيفاش هذا. ومن بعد الا دار الدكتوراه بامكانه انه يدير دكتوراه، دي اللي ما كيعرفوهاش بزاف الناس، دكتوراه في كليه الطب، كياخد دكتوراه من كليه الطب، هو ماشي طبيب ولكن راه كياخد دكتوراه من كليه الطب، مثلا في التشريح ولا في شي حاجه، وكيولي استاذ جامعي
عنده إمكانية أنه يقري كلية الطلبة ديال كلية الطب، والطلبة ديال البيولوجي، وطلبة ديال البي سي جي مثلا في الاف اس تي اس ولا كذا. على ذكر الاف اس تي، من بعد دوك راه ماشي عندك فقط الإمكانية أنك تدفع الكلية الطب فقط، وإنما عندك حتى بعض المسالك ديال المهندسين في فرنسا في الاف اس تي مثلا، وممكن انك تكمل عاوتاني في لي ماستر اللي كاينين في الاف اس تي، كدوز كونكور شفوي ماشي كتابي، قليل اللي كيديروا الكتابي والشفوي بجوج، غالبا كيكون غير الشفوي بحال مثلا الاف اس تي، وكاين بعض الاف اس تيات اللي كيديروا الكتابي والشفوي، ولا كيديروا غير الكتابي ولا كيديروا غير الشفوي، وكدوز يعني خصك بعض النقاط الجيدة. من بعد ما كتشد الدكتوراه، ممكن انك دير ابحاث ما بعد الدكتوراه اللي كتقلب فيها مثلا على بعض الادويه، على بعض السرطانات. على ذكر الشعبه ديال البيولوجي، ممكن نذكر لكم واحد المثال اللي معروف جدا اللي تعرف مؤخرا، اللي هو داك الشخص اللي كان مختص في السرطانات، اللي اسف الفيروسات، اللي شو سميتو، اللي كان مع ترامب مؤخرا، اللي اداه الامريكا انه يكتشف لواحد الدواء اللي هو، لا ينسيت على سميتو، مهم ما علينا، راه كلشي دابا عارفو، راه دابا قرب يخرج واحد تلقيح او لقاح ضد فيروس كورونا. هاد الشخص هذا اللي سلاوي منصف سلاوي، واللي هو كان القصة ديالو جميلة جدا، انه كمل خارج المغرب ومشى قرا برا، وحتى هو كان بيولوجيست، ودابا راه وصل لواحد المرتبة اللي كبيرة بزاف. يعني بحال هاد القصص هادي ممكن انها تخليك انك تشوف بعيد بزاف، وانك ماشي غير يكون الطموح ديالك قليل مثلا تاخد دوك ولا كدا، لا تكون باغي تاخد دكتوراه وتدير ابحاث ما بعد الدكتوراه وتوصل لشي مرتبة عليا. لذلك كندعوكم انكم تكملوا في هاد الشعبة، الى سطر لي على الى كنتي مهتم بهاد الشعبة اولا، الى كنتي عندك قابلية انك تجي فيها نقاط ممتازة، انك باغي تكمل فيها بعيد. اما الى كنتي مثلا، باش نكون معكم صريح، الى كنتي مثلا باغي توقف في الدوك ولا كدا، الفرصة باش تلقى واحد الخدمة ولا كدا شوية قليلة شوية، يعني راك عارف ماشي بحال الماط ولا الفيزيك ممكن انك دير بيها بزاف الحوايج، هذه شوية الفرصة متعثرة، كعارف البيولوجي في المغرب ولكن لا بغيتي تكمل مثلا خارج المغرب راه عندك فرصة كبيرة جدا. اذا خلينا معكم باش نكمل لكم واحد القضية جدا مهمة، ان الى خديتي الاجازة في المغرب في اي كلية مغربية، كيكونوا بعض الشراكات، لانك ممكن انك تكمل خارج المغرب، تكمل الماستر. باش مزيانه هذه القضيه، هذه هي ان في المغرب ما عندناش مختبرات مزيانه، ما عندناش تكوين جيد، ماشي تكوين، تطبيق ما عندناش جيد، انك مثلا تلقى مختبر مجهز بجميع الاجهزه. ولكن كاين واحد الحاجه مزيانه، انها الجامعة ديالك ممكن انها تعطيك بوغز لي مزيانة تقيلة، 10,000 درهم 20,000 درهم في الشهر، لانك تقدر تكمل بيها برا، مثلا فرنسا، الدول الفرانكوفونية حتى الانجلوفونية يعني اللي كتكلم بالانجلي، وهذا وتكمل برا، وعندهم مختبرات جيدة، عندهم كذا. ولا شديتي مثلا الدكتوراه برا، كتكون عندك واحد القيمة كبيرة، وكيعطيوك واحد الخلصة كبيرة بزاف تما باش دير ابحاث ما بعد الدكتوراه، وكتكون واحد الحياة جيدة. يعني راه ماشي الشعبة اللي يستهان بها في المغرب، يستهان بها صراحة، ولاني برا راه ماشي الشعبة اللي سهلة، وكاين بزاف ديال التخصصات برا، ما في المغرب كاين تخصصات قليلة، يعني هاد الشعبة صراحة محقورة في المغرب، ولاني برا عندها بزاف ديال الآفاق، وعندها بزاف ديال الشعب اللي ممكن ديرها. اذا هاد الشعبه كما قلت لكم، الدراري اللي بغى يديرها في المغرب خصو يكون صراحه باغي انه يديرها، ماشي غير باش يقلب على خدمه ولا كذا، لان ما غاديش يخدمك من الاخر في المغرب في شي حاجه اللي مزيانه. يعني كما كتشوف داك العلماء ديال برا، اللي يعني واحد عنده ماستر، عنده دار، عنده، لا داكشي غير نساه، تقدر الاخر ديالك تخدم استاذ، تخدم مثلا مختبرات، واستاذ جامعي كاع،
ولكن شي حاجه اكثر من داكشي برا. اذا ما تنساش انك تبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك المهتمين بالشعبه ولا اللي باقيين تالفين، وجام بارطاج كذلك ابوني. السلام عليكم.